تحافظ على حقوق العمال، اللي منها إن أجرك يكون عادل وعلى قد تعبك. مش بس كده، ده كمان بيضمن لك حد أدنى للحقوق. وضع مادة مطاطة جدا، حد أدنى وحد أقصى، دون أن يضع أي حدود، لأنه الحد الأدنى ده ممكن يبدأ من إيه وبعد كده القوانين تنظم إن هو يزيد عن ده. المفروض إن هو يحددها الحد الأدنى ده يكفي لإيه. عاملين ربط الأجر بالإنتاجية، لا علاقة للعامل بالإنتاجية، على عكس الناس كلها ما بتتصور. أنا لو أنا روحت كعامل وأنا جاهز للشغل وصاحب الشغل وقف الشغل، أنا ذنبي إيه إن أنت ما تدينيش أجري؟ أهم الأمور هو الأسعار، كيف تتحرك الأسعار، وأيضا كيف يتحرك أجر العامل بالتوازي مع حركة الأسعار بشكل حقيقي. لأنه حتى النظام القديم كان، أو الدستور القديم كان فيه ارتباط أجر بأسعار، وبالتالي الحد الأدنى ده ممكن يبقى زي ما حدده الدكتور سمير رضوان سنة 2011 700 جنيه، وممكن يبقى أقل من كده، ممكن يبقى أعلى من كده. الموضوع متروك مطاط جدا لرغبة ومزاج الحكومة. وعلشان محدش ياخد أكتر من حقه، ألزم الدستور الدولة بحد أقصى للأجور. هو بيكذب علينا في الكلام عن الحد الأقصى، لانه المادة بتقول انه الحد الاقصى للاجور فقط في الحكومة، يعني لا قطاع الاعمال ولا القطاع العام ولا القطاع الخاص هيبقى فيهم اساسا حد اقصى. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، حتى الحد الاقصى في الحكومة هيتلعب فيه، لانه بيقول انه حد اقصى ويجوز الاستثناء طبقا لقانون، وبالتالي فتح باب الاستثناءات اللي هي باب جهنم، اللي هو خلق في الحقيقة التفاوت الرهيب في الاجور وما في حكمها فيما مضى وحتى الآن ما زال موجود زي ما هو. الدستور بيضمن للعمال حصص في أرباح القطاع العام. دي كذبة جديدة من كذبة اللي هما بيقولوه، إنه فكرة ضمان الأرباح، على الرغم من إنه المادة بتنص على إنه للعمال حق في الأرباح، ولكنه لم يحددها. ممكن نلاقي بعد شوية قانون بيجي يقول لنا إنه نسبة الأرباح دي 5% أو 3% أو 2%، ما هو المستثمرين أصلهم غلابة وما بيكسبوش وما بيمصوش دمنا وعرقنا، وبالتالي إحنا نتساهل معاهم ونديهم كل حاجة وناخد من نسرق من العامل كل حقوق. ده غير إن الدولة بتكفل حق العامل في الأجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل. طب معلش بقى، الجزء الخاص بالرعاية الصحية مهين ومشين في هذا المشروع الدستوري، اللي هو بند بقى يعني مش للعمال فقط، ده للشعب عموما، يعني انه لابد ان يكون الرعايه الصحيه المجانيه للفقراء. يعني ايه؟ يعني لازم تجيب شهاده فقر مذله عشان يبقى عندك رعايه صحيه مجانيه. الدستور بيكفل له حق الاضراب السلبي. كذبه جديده بيكذبوها علينا، ان هما بيقولوا لنا ان الدستور بيكفل حق الاضراب السلمي. الماده بتقول الإضراب السلمي حق وينظمه القانون. كده إن أي اعتصام يبقى غير دستوري، يعني القوانين اللي هيتم سنها لتنظيم حقوق الاحتجاج هتتجاهل حقوق الاعتصام والتظاهر، لأنه فقط نص على حق الإضراب السلمي. يكفي إن احنا نقول من 2007 لحد دلوقتي الإضرابات اللي أكتر من 4000 إضراب واعتصام هم إضرابين اتنين اللي بينطبق عليهم شروط قانون 12 لسنة 2003 اللي هو قانون العمل. لو عاوز تعرف حقوق العمال في الدستور ارجع للمواد دي 14 و15 و17. طيب نشوف بس بعض المواد. 64 هو لما بيجي يتكلم في المادة 53 عن حرية تكوين الاتحادات والنقابات، واسقط كلمه بالاختيار اللي هو في الماده اللي قبلها على طول قالها بالنسبه للاحزاب، وقالها بالنسبه لمنظمات المجتمع المدني، عشان يسيب النقابات دي متشعبطه في الهواء مش عارفه تثبت ان هي تاسست ازاي. كان في دستور 71 ينفع تحل مجالس ادارات النقابات بحكم محكمه، ده بيقول لك ينفع تحل النقابه نفسها بحكم محكمه. افهم انه لو مجلس اداره اي نقابه ارتكب خطا او خطيئه او جريمه يحل مجلس الاداره، اما ان يحل النقابه دي جريمه في التفكير، انه يضع في الدستور ده تفكير اجرامي. هذه التشكيلات تشكيلات المجتمع، كانك بتحرم المجتمع اذا اردت من كل التشكيلات المعبره عنه لتبقى جماعه الاخوان وميليشياتها هي اللي موجوده. لو شايف ان الكلام ده مقنع ليه روح وصوت بنعم، ولو شايف ان الكلام ده مش كفايه روح وقول لا. ترتيب الحاجات بالشكل ده بيزق المشاهد زق لانه يقول نعم.
لما يبتدي في الاول لو شايف الحاجات دي مقنعه ليك روح قول نعم. طب ليه ما ابتداش بالعكس؟ الدعايه كمان ما اقدرش اسميها غير انها فيها نوع من الكذب، لانه عندما لا تذكر كل جوانب اي ماده من مواد الدستور يبقى انت في الحقيقه بتتغاضى عن ان انت تشرح للناس الحقيقه، انت بتختار الجزء اللي انت شايفه انه كويس، وبتختار حتى الديباجه اللي انت عارف انها ديباجه وليست نص دستوري ملزم للدوله ويوجد قانون ينظمه وتوجد اليات لتحقيقه. الدستور ده هو دستور منحاز للاغنياء ضد الفقراء، للي عندهم سلطة ضد اللي ما عندهمش سلطة، للحاكم ضد المحكوم، لأنه مش طول الوقت بيبقى بيستخدم القوة، لا في أوقات لما يحط دستور بهذا الشكل هو كأنه الراجل ماشي قانوني وماشي تبقى للدستور المحطوط، هو في الحقيقة كلها أدوات عشان تقمعنا وعشان تسرق حقوقنا.